في خيارات كتير كمان، وانا شايف برضو كانت وزاره النقل الحقيقه بتشتغل على فكره ان يكون في موانئ، سواء مواني بريه او مواني نهريه في المنطقه دي، وده من شانه ان هو كمان بيسهل حركه التجاره. يعني انا متذكر انه كانت الجايكا وكانت التعاون الدولي الياباني كانت عامله مخطط للنقل والمرور في اقليم القاهره الكبرى، فكانوا بيتكلموا على نموذج اسمه النموذج النقل متعدد الوسائط، ان انا في مرحله معينه مش لازم العربيات التريلات دي اللي شايله حمولات ضخمه جدا تخش جوه الطرق بتاعه القاهره الكبرى، ولكن ممكن مثلا في محطه لوجستيه عند النيل يفضي الحموله بتاعته دي، ونستخدم نهر النيل في نقل الحموله دي الى مكانها، او ممكن نستخدم السكه الحديد وهكذا. فاعتقد انه احنا محتاجين نهتم اكتر بنهر النيل فيما يتعلق بالنقل، وكمان مع الحفاظ عليه. يعني دايما احنا برضو عندنا طبعاً مشكله ان احنا بنعمل حاجه على حساب حاجه، لا، لازم يكون في يعني خطه واضحه جدا ودراسه واضحه جدا ودراسه حتى بيئيه. في كمان الخطه البديله اللي هو تحليه مياه البحر، ده غير طبعا انه طول الوقت في توعيه بترشيد الاستهلاك للمياه. طبعاً.